السلام عليكم. غادي نتقاسم معكم واحد المشهد كنت كنتمنى نشوفه مباشره. انا حاليا في مدينه السعيديه وبالضبط في الحدود المغربيه الجزائريه كما كتشوفوا معايا. هذا المشهد هذا كنت كنشوفه بزاف ديال المرات، وكان كينوض لي الشوك في الراس ديالي ملي كتشوف الاخوه الجزائريين مع المغاربه كيوجهوا التحيه لبعضياتهم. صراحه مشهد تقشعر له الابدان. كنت كنشوفه كان كينوض لي الزغاف في الراس. اليوم جيت نشوفه مباشرة ماشي فقط في التلفازة. بما أن حضرت نشوفه بغيت نتقاسم معكم هذا المشهد. هذا بغيت تشوفوا المشهد، خليكم معي. أنا غادي نقرب الحدود قطع الطريق نوريكم معي هذا المشهد الرائع من مدينة السعيدية في الحدود المغربية الجزائرية. سبحان الله، المنظر كنت كنشوفو غير في التلفازة، جيت لي مباشرة في الحدود المغربية الجزائرية. هانتوما الإخوان شوفوا المشهد. أول المشهد قربكم الصورة باش تشوفوا مزيان. ما كاملاش 200 متر، ما كاملاش 200 متر. بعيد على التلفازة والأخبار وديك اللي كل القنوات اللي كتنشر الفتنة وداك الشيء، شوفوا العلاقة ما بين الإخوة الجزائريين والمغاربة. هاد البلاصه هادي قالوا لي ديما كتكون عامره، ديما كتكون عامره، كيكون يعني تحيه بين الاخوه المغاربه والاخوه الجزائريين كما كتشوفوا معايا من هذه الحدود هذه. يعني كاينه واحد المحبه متبادله بغض النظر على الشيء اللي كيتكتب في الجرائد واللي كيتقال في القنوات ديال الصرف الصحي اللي كتنشر الفتنه. ها انتم الاخوان قربكم الصوره، جيت لهنايا طلعت هاد الصور. ها انت 100 متر مسا باقي، لا 100 متر يمكن واقيلا ديال المسافه، 100 متر ما كملاش. هذه هي مدينة السعيدية وهذه مدينة جزائرية. القهوة ديالنا شجعوا الشباب. هو وارد صراحة. هاي الأجواء السعيدة.
هذا المشهد هذا غادي تشوفوا غير هنا مدينة السعيدية في الحدود المغربية الجزائرية فقط هنايا. سبحان الله، هذا تعبير للمحبة المتبادلة كيغنيو هنايا. إذا على هذه الأنغام هذه غادي نخليو مدينة السعيدية ونمشيو لوجهة أخرى إن شاء الله. قولوا في التعليق كي جاكم الجو هذا. تحياتي لكم جميعا.